مش لاحظت ان مفيش اي مظاهره ولا اي خروج من العشوائيات منذ قيام الثوره لغايه دلوقتي؟ اه انا مره قلت لك اكبر حزب في مصر هو حزب الفقراء. صحيح. طب الفقراء ما خرجوش ليه؟ ما اعرفش. هل هم انبل؟ هل هم اكثر رقيا؟ دول اللي اصحاب الحاجه الحقيقيين. فسري لي القطاميه هايتس وجنبها منشيه ناصر. مفيش اي اعتداء حصل. مش عشان الامن. لا لا، لان في وعي فطري، في وعي لسه عند الشعب ده اللي سابوه للجهل والاميه وعدم الثقافه انه ما يرضاش المال الحرام. هو فقير اه، بس ما عندوش استعداد انه يقبل حاجه حرام. ده سلوك، وسلوك متحضر. احنا كنا خايفين يقول لك ايه بعد الثوره خلاص الجياع هيطلعوا علينا. اه ما طلعش الجياع. مين اللي طلع بقى؟ طلع الاطباء اللي اضربوا، طلع المحامين يتخانقوا مع القضاه، طلع الاعلاميين يكسروا في مبنى ميسبيرو، طلع الاساتذه الجامعه معترضين على الانتخابات واللي نجح واللي سقط. دول اللي طلعوا يا منى.